الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. النادي الاهلي بدا النهارده تدريباته الساعه 4 استعدادا طبعا لمواجهه الداخليه يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله في الجوله 23 من مسابقه الدوري العام. النادي الاهلي طبعا بيسعى بكل قوه ان هو يفوز بكل الماتشات اللي جايه في الدوري عشان يستمر في المنافسه على اللقب ويحافظ طبعا على درع الدوري للموسم الرابع ليه على التوالي باذن الله. كمان لاسارتي بدا ان هو يعالج اكبر مشكله بتقابله اليومين دول، واكيد طبعا دي شفناها وبالذات وبالاخص في اخر ماتشين، اضاعه الفرص السهله للتهديف، وده بالتاكيد بيعمل مشكله كبيره جدا للفريق في الماتشات اللي بتكون نتيجتها معلقه لحد الدقائق الاخيره بسبب طبعا اضاعه فرص كتيره سهله جدا. اكيد الفرص دي ممكن تخلي الفريق يطلع فايز بالمباراه بعدد كبير جدا من الاهداف، وده اللي فعلا حصل قبل كده في ماتش المقصه اللي فاز فيه النادي الاهلي 3-0، وكمان في المباراه الافريقيه قصاد سيمبا التنزاني في مصر واللي فاز فيها برده النادي الاهلي 5-0. هيغيب كمان عن مواجهه الداخليه رمضان صبحي بسبب الايقاف بعد ما حصل على الانذار الثالث ليه في مباراه الانتاج الحربي، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدم مباراه كبيره ويحقق فوز مريح ويستمر في انتصاراته في مشوار الحفاظ على اللقب. في الفقره الاخيره النهارده كمان من حلقتنا هنناقش كل اخبار النادي الاهلي واهم الاحداث المحليه والعالميه مع ضيف البرنامج دكتور مروان صالح الناقد الرياضي في جريده المساء، والبدايه دايما بتكون باهم العناوين. الاهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للداخليه. الاهلي يعالج لاعبيه نفسيا استعدادا للداخليه. أزارو ينتظم في التدريبات الجماعية بالأهلي. فحص طبي لمحمد الشناوي في ميران الأهلي. الأهلي يبدأ الترتيب لرحلة الكونغو قبل مواجهة بيتا كلوب. أجاري أسعى لبناء جيل جديد لمصر يصعد لمونديال 2022. ليفربول يحصن الفرعون من هجمة يوفنتوس. وكالعادة بنبتدي أخبارنا دايما بأهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الصحافة. الأخبار: ارتياح في الأهلي بعد اجتياز عقبة الإنتاج، لاسارتي يستعد للداخلية بالفيديو ويدرس ظاهرة الفرص المهدرة. الأهرام: عودة الأهلي للتدريبات استعدادا للداخلية بشعار لا للفردية. الجمهورية: الأهلي يعالج لاعبيه نفسيا استعدادا للداخلية. المساء: العقم التهديفي أزمة تواجه الأهلي، لاسارتي يعيد حساباته مع هجوم الفريق قبل مواجهة الداخلية. الأخبار المسائي: درس خصوصي لمهاجم الأهلي، لاسارتي يصرخ من الفرص الضائعة والفريق يبدأ استعداداته لمواجهة الداخلية. أخبار الرياضة: ضياع الفرص السهلة أكبر الأزمات، مهمة مزدوجة للأهلي في موقعة الداخلية. الشروق: لاسارتي يعنف لاعبي الاهلي بسبب اهدار الفرص امام الانتاج، عبد الحفيظ يكتفي بتهديد العقوبات الماليه والمدير الفني نحاول علاج الامر سريعا. الاخبار: سيد عبد الحفيظ لن نسمح بالثقه الزائده. فوز اليوسف: سياسه لاسارتي المهم الثلاثه بونت، مدرب الاهلي من حقق المطلوب بالفوز وحل ازمه اهدار الفرص. أخبار الرياضة: لاسارتي يعتذر ويؤكد لن أقبل إلا بقمة المجموعة في أفريقيا. نروح سريعا للتفاصيل وهنبتديها مع الأهرام اللي قالت إن الظروف الصعبة اللي بيمر بيها النادي الأهلي دلوقتي فرضت نفسها على الفريق خلال الأيام اللي فاتت، وده اللي خلى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق يطلب إن هو يعمل جلسة مع زمايله في معسكر الفريق في منطقة التجمع الخامس. إكرامي وسعد سمير ورمضان صبحي اتكلموا مع زمايلهم عن الظروف الصعبة وعن التحديات اللي بتحيط بالنادي الأهلي وضرورة إعلاء قيمة الجماعية للدفاع عن اسم النادي الأهلي في المرحلة الصعبة دي. وقال إكرامي لزمايله في الجلسة:
الجلسة الأهلي فضله على الجميع، وهو دلوقتي محتاج لكل أبنائه. دورنا هو التركيز والتدريب بقوة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني والإصرار على تحقيق الفوز في كل المباريات. وقال إن لازم كل اللعيبة يتخلوا عن الفردية مهما كانت الطلبات الخاصة، والانحياز للجماعية والاسم النادي الأهلي الكبير اللي عمره ما بخل ولا عمره هيبخل على أي حد أو أي فرد فيه. وأكد كمان سعد السمير في الجلسة أن في معوقات وفي عقبات بيعاني منها البعض، وطبعا أولهم لكن الوقت ده مش مجالها خالص ولا وقتها، عشان كده واجب علينا التركيز بهدف تحقيق الفوز في كل المباريات. أما الجمهورية فقالت أن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الأوروغواني مارتين لاسارتي بيعمل على عقد جلسة نفسية مع اللعيبة خلال الفترة اللي جاية، وده بعد ما اكتشف الجهاز الفني أن الحالة النفسية للعيبة النادي الأهلي مش على ما يرام، وده طبعا بسبب ضغط المباريات وخوفهم من الإصابات، وده بالتأكيد بيؤدي لفقدانهم التركيز في المباريات وبيكون كمان سبب في إضاعة الفرص. وده ظهر طبعا بصورة واضحة جدا في مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة اللي فاز فيها النادي الأهلي بهدف نظيف وضيع اللعيبة نص دستة أهداف بسبب قلة التركيز وخوفهم طبعا من الالتحامات ومن الإصابات. كمان كانت إصابة محمد الشناوي أثناء الإحماء قبل المباراة بتأكد أن الإصابات اللي بيتعرض ليها لاعب النادي الأهلي نفسية أكتر منها عضلية، عشان كده استقر لاسارتي وجهازه أنهم يعملوا جلسات نفسية مع اللعيبة عشان يخرجوهم من الحالة النفسية دي عشان يستعيدوا طبعا مستواهم. وفي نفس الوقت بيدرس برضو الجهاز الفني ضم طبيب نفسي للجهاز الفني في الفترة اللي جاية عشان يخرجوا لاعب النادي الأهلي أو لاعب الفريق من الحالة دي، وده طبعا خبر في الجمهورية. وعلى فكرة ده بيحصل في كل الفرق الأوروبية الكبيرة، وبيكون دايما في دكتور نفسي أو طبيب نفسي للفريق، والنادي الأهلي برضو عمل التجربة دي قبل كده في فترة قيادة مانويل جوزيه للفريق، وكان ليه أثر كبير جدا على تحسين الثبات الانفعالي للعيبة. وأكيد طبعا كلنا عارفين وفاكرين الفترة دي اللي كانت مليانة بالإنجازات وبالبطولات، وكان طبعا تاريخ كبير جدا. كمان جريدة الأخبار قالت أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أبدى استياءه الشديد من الثقة الزايدة اللي ظهر بها لعبة النادي الأهلي في مباراة الإنتاج الحربي، وأكد أن هيكون في كلام مع اللعيبة بخصوص الموضوع ده عشان ما يتكررش. وأكد كمان عبد الحفيظ على أهمية مضاعفة النتيجة واقتناص الفرص اللي بتيجي للعيبة عشان نقدر نحقق المطلوب من كل مباراة، وأكيد طبعا هو الفوز والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري. كمان تروزن يوسف بقى شايفين طبعا ان لاسارتي في المرحله الحاليه بيطبق سياسه الفوز بالنقط الثلاثه هو اهم حاجه، وقال ان مشكله اهدار الفرص هيتم التعامل معاها وحلها في المرحله اللي جايه. ومن اخبار النادي الاهلي في الصحافه تعالوا نشوف الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في مواقع الانترنت. بوابة أخبار اليوم: الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للداخلية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: ميران استشفائي للأساسيين في تدريبات الأهلي. بوابة الأهرام: ثلاثي الأهلي ينتظمون في التدريبات الجماعية بعد تعافيهم من الإصابة. وان تري الأهلي يجهز بديل رمضان صبحي. البوابة سبورت: فحص طبي لمحمد الشناوي في ميران الأهلي. صدى البلد: أزارو ينتظم في التدريبات الجماعية في الأهلي. اليوم السابع الأهلي يبدأ الترتيب لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب. مبتدأ أنوار السلامة: محمد هاني أفضل ظهير أيمن في مصر. بوابة فيتو: بعثة أهلي 2006 تعود للقاهرة بعد الفوز بالكأس الفضية. نروح معاكم دلوقتي لتفاصيل أهم الأخبار، ونبتدي من بوابة أخبار اليوم اللي اتكلمت أو قالت أن الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي استأنف تدريباته النهاردة استعدادا لمواجهة الداخلية، المباراة المقرر ليها إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي في الجولة 23 من الدوري العام. لاسارتي منح اللعيبة أو الفريق راحة سلبية طبعا من التدريبات امبارح بعد خوض مباراة الإنتاج الحربي أول امبارح في الجولة 22 من مباريات الدوري الممتاز.
كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان لعيبه الاهلي اللي شاركوا في مباراه الانتاج الحربي اول امبارح بيخضعوا لتدريبات استشفائيه النهارده العصر على هامش تمرين الفريق، وتاتي الوحدات الاستشفائيه للعيبه في اطار البرنامج البدني اللي وضعه الجهاز الفني بقياده مارتين لاسارتي وبيشرف عليه دلوقتي اليخاندرو مخطط الاحمال البدنيه. كمان بوابة الأهرام قالت إن الثلاثي أحمد فتحي وصالح جمعة وأحمد حمودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي انتظموا في التدريبات الجماعية للفريق النهاردة الاثنين بعد ما تعافوا، وطبعا الثلاثي شاركوا في تدريبات الكرة بشكل تدريجي خلال تمرين الغايبين عن مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة قبل ما ينتظموا بشكل تام في تمرين الفريق اللي أقيم النهاردة العصر. كمان موقع وان ثري قال ان الاوروجواني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي بدا ان هو يجهز بديل لرمضان صبحي اللي هيغيب قصاد الداخليه في الدوري الممتاز بسبب الايقاف، وجاء جولي جيرالدو واحمد الشيخ على راس اللاعبين اللي هيتم تجهيزهم للمشاركه في لقاء الداخليه، خصوصا طبعا الانجولي اللي بيحاول لاسارتي ان هو يستفيد من سرعاته ومن قدراته الهجوميه الكبيره. كمان البوابة سبورت قالت ان محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم في الاهلي خضع للفحص الطبي قبل ما ينطلق تمرين الفريق النهاردة استعدادا لمواجهة الداخلية بسبب اصابته في العضلة الضمة. الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي فضل اراحة محمد الشناوي من المشاركة في مباراة الانتاج الحربي اول امبارح بعد ما كان بيحس بالام في العضلة الضمة خلال عملية الاحماء واللي سبقت المباراة. كمان صدى البلد قالت ان المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق الاول لكره القدم في الاهلي بينتظم في التدريبات الجماعيه للفريق خلال 48 ساعه بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه التاهيلي للتعافي من الاصابه في العضله الضمه. ازارو شارك بشكل تدريجي خلال الايام اللي فاتت في تدريبات الكوره مع زملائه قبل ما ينتظم بشكل كامل خلال اليومين اللي جايين. كمان اليوم السابع قال ان مسؤولين النادي الاهلي بداوا ان هم يحضروا لرحله الكونغو استعدادا لمواجهه فيتا كلاب يوم 9 مارس اللي جاي في الجوله الخامسه من منافسات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. بيتواصل سمير عدلي المدير الاداري بالجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم مع السفاره المصريه في الكونغو ومع مسؤولين نادي فيتا كلاب لترتيب كل الاجراءات الخاصه برحله النادي الاهلي، وبيتصدر النادي الاهلي مجموعته في دور المجموعات برصيد 7 نقط بعد ما خاض 4 مباريات في منافسات المجموعه. بيتبقى للنادي الاهلي خوض مواجهتين مع فيتا كلاب الكونغولي ومع شبيبه الثوره الجزائري. كمان موقع مبتدا قال ان انور سلامه نجم النادي الاهلي السابق اتكلم عن افضل العناصر اللي بتادي بمستوى ثابت مع فريقها وبتستحق الانضمام لصفوف المنتخب الوطني، وقال سلامة في تصريحات إذاعية لي أن محمد هاني لاعب النادي الأهلي بيقدم مستوى متميز جدا مع فريقه سواء هجوميا أو دفاعيا إلى جانب عنصر السرعة، فهو أفضل ظهير أيمن حاليا ولا يجب أن يجلس احتياطيا، وبتستعد طبعا دلوقتي أو بيستعد منتخبنا لمواجهة النايجر يوم 22 و 23 مارس في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا واللي بتستضيفها مصر، وبعد كده هيكون في مباراة تانية ودية قصاد نيجيريا يوم 26 مارس. كمان بوابة فيتو قالت ان بعثة فريق براعم كرة القدم في النادي الاهلي مواليد 2006 رجعت القاهرة في الساعات الاولى من صباح اليوم جاية من الامارات بعد انتهاء مشاركتها في منافسات بطولة دبي الدولية. حرصت بعض جماهير النادي الاهلي انها تستقبل اللعيبة في المطار عشان تهنيهم بعد الفوز بالكاس الفضية. كان النادي الاهلي او مواليد 2006 فازوا مساء امس الاول او اول امبارح بلقب الكاس الفضية في بطولة دبي الدولية واللي بتقام في الامارات بعد فوزه على ليفنتي الإيطالي بركلات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. تخطى براعم النادي الأهلي كل من عجمان الإماراتي بربعية نظيفة في ربع نهائي البطولة قبل ما يفوز على النصر الإماراتي في نصف نهائي البطولة، وبعد كده خطف اللقب والمركز الأول على حساب ليفنتي الإيطالي بركلات الجزاء الترجيحية. ترأس بعثة النادي الأهلي في دبي المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وضمت البعثة كمان كابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، كابتن جمال السيد المدير الفني للفريق، ودكتور أشرف عثمان طبيب الفريق، وأحمد فؤاد إداري الفريق واللعيبة. كانوا محمد في حراسة المرمى، فتحي مصطفى في حراسة المرمى، مازن أحمد محمد وأكرم عبد العاطي ويوسف محمد علي وأيمن محمود قطب وياسين أحمد محمد ومحمد أحمد سعد ومصطفى أشرف محمود وعمر زكريا إسماعيل وعمر سيد معوض ومحمد صلاح حماد ومحمد شريف سمير وعمر أحمد علي.
مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا مرة تانية لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وهنروح دلوقتي نشوف معاكم أهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان آخر أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع اتحاد الكرة يدرس الموافقة على تأجيل العمومية الطارئة ل 29 مارس. الوفد مجلس الجبلاية يجتمع اليوم. الفجر الجبلاية تعرض استضافة ودية مصر ونيجيريا. بيتو أجيري أسعى لبناء جيل جديد للمنتخب يصعد لمونديال 2022. اليوم السابع استبعاد السويس وبورسعيد من استضافة دور 16 في بطولة أفريقيا. سوبر كورة رئيس يوفنتوس يزيد من احتمالات ارتباط صلاح بالسيدة العجوز. الوفد ليفربول يحصن الفرعون من هجمة يوفنتوس. في الجول مهاجم بايرن ميونخ يحذر صلاح وماني وفيرمينيو يستغلون الأخطاء بلا هوادة. الشروق صحيفة تركية تريزيجيه أكثر تأثيرا في لقاء جالاتاساراي. كورة وكيل مؤمن زكريا ينفي فسخ عقده مع أحد السعودي. سكاي سبورت جيجز يساند سولسكاير لتدريب يونايتد بعقد دائم. تقارير ثلاثة شروط لزيدان للموافقة على تدريب تشيلسي. سبورت 360 غيابات مهمة عن قائمة بايرن ميونخ الرسمية لمباراة ليفربول. هنبتدي معاكم التفاصيل المحليه من اليوم السابع. اليوم السابع قالت انه بيدرس مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه تانيا بوريده جديه الموافقه على طلب بعض الاعضاء في المجلس ان هم ياجلوا الجمعيه العموميه الطارئه لمناقشه تعديلات لائحه النظام الاساسي عشان تقام يوم 29 و30 مارس بدل من 23 فبراير الجاري. بيناقش المجلس خلال الجمعيه العموميه اللي جايه عدد من التعديلات على اللائحه، وطبعا ابرز البنود اللي هيتم تعديلها هي شروط الترشح عضويه ورئاسه اتحاد الكوره. هيناقش المجلس عدد من الاقتراحات من بينها الغاء بند الثمان سنين وحد اقصى كمان لسن الترشح هو 70 سنه، مع ضروره ان يكون المرشح على منصب الرئيس او نائب الرئيس مضى اوريدي عليه دوره على الاقل في اتحاد الكوره، مع وضع برضو ضوابط عشان يعملوا تشكيل روابط المحترفين في القسم الاول والقسم الثاني والثالث، وكمان توزيع نسب البث على الانديه في القسمين الثاني والثالث. كمان الوفد قالت ان بيعقد مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه هانيا بوريده اجتماع النهارده يوم الاثنين في مقر اتحاد الكوره في الجزيره عشان يناقشوا عدد من الملفات المهمه وابرزها اخر الاستعدادات لاستضافه بطوله الامم الافريقيه واعتماد اللجان المعاونه للجنه المنظمه لبطوله الامم الافريقيه واللي تم الكشف عنها الاسبوع اللي فات. من المقرر ان يناقش كمان مجلس الجبلية النهارده عدد من الملفات وابرزها ترتيبات معسكر المنتخب الوطني، الى جانب برضو تحديد الملاعب البديله لمباريات الدوري الممتاز خلال الفترة اللي جاية. بيحسم كمان المجلس في اجتماعه النهاردة الميعاد النهائي للاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لاتحاد الكورة عشان يعدلوا بعض بنود لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكورة وسط مطالبات كتير جدا جوه المجلس بتأجيلها إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية اللي بتستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو ل 19 يوليو. كمان الفجر قالت ان بينوي الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه هانيا بوريده مخاطبه الاتحاد النيجيري عشان يستضيف مباراه المنتخب الوطني الاول والنيجيري الوديه في نهايه مارس المقبل. جت رغبه الجبلية في استضافه المباراه في القاهره وانقاذها من الالغاء بسبب الهجوم المسلح على مدينه اسابا نيجيريه واللي كانت بتستضيف المواجهه. هيلتقي المنتخب الوطني بقياده المكسيكي خافيار اجيري المدير الفني نظير النيجيري وديا في نهايه مارس المقبل استعدادا لبطوله الامم الافريقيه والمقابل قرر ان هي تقام في القاهره في منتصف العام الجاري. موقع بيتو كمان قال ان حرص المكسيكي خافيار اجيري المدير الفني للمنتخب الوطني على الرد على رواد السوشيال ميديا
بشان انضمام حسام باولو مهاجم الداخليه وصلاح امين مهاجم النجوم واحمد علي مهاجم المقاولين العرب لصفوف الفراعنه خلال معسكر مارس اللي جاي. اكد اجاري لجهاز المعاون ان سياسته لا تتفق مع الثلاثي على الرغم من تقدمه من مستوى جيد جدا في الدوري، الا ان هو بيسعى لبناء جيل جديد للفراعنه يقدر ان هو يستكمل حلم مصر بالصعود لكاس العالم 2022. استعداد المنتخب للدخول في معسكر مغلق في مارس اللي جاي استعدادا لمواجهه النيجر في منتصف طبعا الشهر نفسه في الجوله الاخيره من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه، وهيواجه كمان نيجيريا زي ما قلت لكم يوم 26 من مارس. اليوم السابع كمان قال ان استقرت اللجنه المنظمه لبطوله امم افريقيا 2019 واللي بتستضيفها مصر على استبعاد ملعب بورسعيد وملعب السويس من استضافه مباريات دور ال 16 في البطوله، وتقام المباريات دي بدايتها من دور ال 16 على استاد القاهره والدفاع الجوي واسكندريه واسماعيليه. تستضيف مصر طبعا البطوله بطولة أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو ل 19 يوليو، وجي قرار اللجنة بسبب عدم وجود فنادق كافية في بورسعيد وفي السويس، عشان كده فضلت اللجنة أنها تستبعد الملعبين دول بداية من دور ال 16 في البطولة. كمان موقع سوبر كورة قال إن اتكلم فابيو بارتيتشي الرئيس التنفيذي لنادي يوفنتوس الإيطالي عن الصفقة التبادلية المنتظرة لناديه مع ليفربول بشأن النجمين المصري محمد صلاح والأرجنتيني باولو ديبالا خلال الصيف اللي جاي. وأكد كمان فابيو بارتيتشي في مداخلة هاتفية مع راديو أورو أنه من الخيال الكلام عن الصفقة التبادلية خلال شهر فبراير، وفتح الباب قصاد أي سيناريو ممكن يتعلق بانتقال الفرعون المصري للدوري الإيطالي. وقال كمان لا نعرف ما سيحدث في يونيو المقبل. قال كمان الرئيس التنفيذي لنادي يوفنتوس ان ماسيميليانو ألاجري المدير الفني للفريق هيفضل في مكانه بغض النظر عن الفوز ببطوله اوروبا في الموسم الحالي من عدمه. واكد كمان ان المدرب الشهير هيفضل في اليوفنتوس لفتره طويله جدا، وقال بالطبع نبحث عن اللقب القاري العام الجاري وامامنا مباراه قويه امام اتلتيكو مدريد الاسباني نسعى لتجاوزها في البدايه. كمان الوفد قالت ان بدات اداره نادي ليفربول الانجليزي في تحصين نجومهم من اطماع الانديه الكبرى وعلى راسهم اكيد محمد صلاح هداف ريدز والدوري الانجليزي، لم يعد قلقا من تكرار سيناريو رحيل نجوم في السنوات الاخيره من الفرعون المصري. ده اللي بيتكلم طبعا عن ليفربول الانجليزي. قالت صحيفه ميرور البريطانيه ان سيناريو رحيل الاوروجواني لويس فاريز والبرازيلي كمان فيليب كوتينيو لبرشلونه غير وارد مع محمد صلاح او مع اي نجم تاني جوه ليفربول حاليا. واكدت الصحيفه ان تحقيق ليفربول ارباح سنويه وصلت ل 125 مليون جنيه استرليني حط النادي في المنطقه الامنه اللي لن يخسر خلالها نجومه بسبب حصولهم على عروض ضخمه. وقالت كمان ان ليفربول كان في حاجه لاموال لما وافق على رحيل سواريز سنة 2014 مقابل 65 مليون جنيه استرليني. وقالت كمان ان ليفربول كان غير قادر ان هو يبقي على كوتينيو في الانفيلد رود لما تم عرض 105 مليون جنيه مقابل شراء. وكمان شددت الصحيفة أن ليفربول دخل دلوقتي في عصر مالي جديد بعد ما نجح ملاك النادي في تحويل الوضع المالي للنادي للأفضل، وعلى جانب آخر بيوصل طبعا الفرعون استعداده مع فريق ليفربول الإنجليزي قصاد بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا بكرة يوم الثلاث. بينتظر الفرعون مهمة صعبة لهذا شباك الحارس مانويل نوير للمرة الأولى، وأكيد بيتطلع صلاح لهذا شباك بايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، خصوصا أن ليفربول بيعول الكثير على قدرات الفرعون المصري مع الثنائي الهجومي ساديو ماني وروبرتو فيرمينيو. كمان في الجول قالت ان حضر جنابري مهاجم بايرن ميونخ الالماني زمايله من ارتكاب الاخطاء قصاد ثلاثي هجوم ليفربول الانجليزي صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو في لقاء الفريقين يوم الثلاثاء اللي جاي، وقال لقد استقبلنا الكثير من الاهداف مؤخرا بسبب اخطاء دفاعيه علينا ان نوقف ذلك. وجه تحذيره لفريقه وقال ثلاثي هجوم ليفربول صلاح وماني وفيرمينيو يستغلون مثل هذه الاخطاء بلا هواده. الشروق كمان قالت ان كشفت صحيفه المسا التركيه ان نجم المنتخب الوطني ونادي قاسمباشا التركي محمود حسن تريزيجيه كان الاكثر تاثيرا في فريقه في مباراه امبارح قصاد جلاتا سراي، وتلقى قاسمباشا هزيمه ثقيله امام سراي في المباراه اللي جمعت ما بين الفريقين امبارح في اطار الدوري التركي بنتيجه 4-1. وعلى الرغم من الهزيمه الثقيله شهد اللقاء تالق تريزيجيه
وسجل تريزيجيه هدف فريقه الوحيد بعد ما نفذ ركلة حرة بطريقة رائعة. وطرحت صحيفة المسا تساؤلات على أن جالتا سراي اتخذ القرار الخاطئ لما تعاقد مع مهاجم قاسم باشا السنغالي مبايدياني وما تعاقدش مع تريزيجيه. كمان موقع كوره قال ان نفى وكيل اعمال مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي المعار دلوقتي الاحد السعودي اي حاجه اتقالت عن نيه الفريق السعودي بفسخ التعاقد مع مؤمن زكريا. تقارير صحفيه سعوديه اشارت في وقت قبل كده ان احد عنده نيه ان هو يفسخ التعاقد مع مؤمن زكريا ويستقدم مهاجم اجنبي جديد. وقال وكيل زكريا انه لا صحه لما تردد عن فسخ احد لعقد اللاعب، ومؤمن زكريا مستمر في استكمال اعارته بشكل طبيعي. كمان سكاي سبورتس قالت ان صرح راين جيجز لاعب مانشستر يونايتد السابق ان المدرب اولي سوسكاير ادى الفريق دفعه كبيره بذكائه الخططي وبعلاقته الطيبه جدا مع اللعيبه ومع الجماهير. وقال كمان ان المسؤولين لازم يدوه عقد دائم. وقال كمان جيجز اللي تولى تدريب منتخب ويلز واللي طبعا كان زميل لسوسكاير في اولد ترافورد لحوالي 11 موسم ان المدرب النرويجي قدم ما يكفي للبقاء في منصبه الموسم المقبل. وقال جيجز كمان لم يوفق النادي فرب النادي لفترة طويلة، والآن عثرنا على شخص يعرف النادي جيدا ويتمتع بذكاء خططي وعلاقته طيبة مع الجماهير ومع اللاعبين، وكلها أشياء تمنحنا قوة ودفعة كبيرة. وقال كمان سنواجه عقبات في الطريق، لكن الكثير من الجماهير تتحدث عما كان يمكن لسوسكاير أن يفعله بكل الأموال التي أنفقها النادي على مدار السنوات الماضية. كمان أسلع إسبانية قالت أن كشفت تقارير إنجليزية عن شروط الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد الأسباني عشان يوافق على تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي في الفترة اللي جاية. نشرت صحيفة سان تقرير على زيدان وعلى تشيلسي وقالت فيه أن المدرب الفرنسي ما عندوش أي مانع أن هو يشرف على تدريب البلوز في الفترة اللي جاية، لكن أنه لازم هم يقولوا ثلاث شروط، وهم الإبقاء على أدن هازارد وكمان توفير 200 مليون جنيه استرليني للتدعيمات والإشراف كمان على الصفقات. كمان سبورت 360 قالت ان اعلن بايرن ميونخ الالماني عبر موقع رسمي عن قائمه اللعيبه اللي اختارهم المدرب كوفيتش للسفر للندن من اجل خوض مباراه ليفربول يوم الثلاثاء ان شاء الله في ذهاب ثمن نهائي بطوله دوري ابطال اوروبا والتشامبيونز ليج. شهدت القائمه الرسميه للنادي البافاري غياب بعض اللعيبه المهمه وعلى راسهم اكيد ارين روبن واللي بيعاني من اصابه مبهمه. صرح اللاعب قبل ايام وقال اعلم طبيعه الاصابه التي اعاني منها، لقد قمنا بعده تجارب ولا يوجد اي علاج فعال. كمان اكد بايرن ميونخ غياب المدافع الالماني بواتنج بسبب عدم جاهزيته البدنيه. كمان مش هيسافر فرانك ريبيري مع بعثه الفريق لان هو مستني مولود جديد وممكن يحصل الفريق يوم الاثنين او اللي هو يعني النهارده. كمان جت قائمه بايرن ميونخ الرسميه على نحو التالي: مانويل نوير، نيكولا سولا، ماتس هوملز، تياغو كنتارا، خافي مارتينيز، روبرت ليفاندوفسكي، خيمس رودريغيز، رافينيا وغارتسكا، ديفيز، يونغ، سيرج جنابري والدريخ والبا وكينغسلي وماكسيم اوفوديا وجوشوا كيميتش وكمان سانشيز وشاباني. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا. رجعنا مرة تانية لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا. هنبتدي بالحساب الرسمي للنادي الاهلي على الانستجرام اللي نشر صوره لمشجع للنادي الاهلي بيرفع شعار النادي من فوق جبال مدينه سانت كاترين، اكيد طبعا بتغطيها الثلج زي ما انتم شايفين. كمان رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي نشرت صوره على الفيسبوك لجنازه شهداء حادث العريش الارهابي وكتبت تحيه لشهداء الواجب الوطني. كمان كتب عمرو السلية على تويتر: رحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته. سعد سمير كمان كتب على تويتر: رحمة الله على شهداء مصر في حادث سيناء، اللهم ارزق ذويهم الصبر والسلوان واجعل مثواهم الجنة. كمان كتب وائل جمعة على تويتر: رحمة الله على شهداءنا من جنود مصر في سيناء
اللهم اغفر لهم وتقبل عندك من الشهداء وارزق أهلهم الصبر والسلوان واحفظ مصر وأهلها إلى يوم الدين. نروح بقى للسكواش. نشر علي فرج صور مع مراته نور الطيب على تويتر بعد ما فاز ببطولة الجمهورية وكتب أبطال الجمهورية معا للعام الثاني على التوالي. نشر كمان عالميا أحمد حسن كوكا المحترف أولمبياكوس اليوناني صورة على الانستغرام من مباراة أيك أتينا في الدوري اليوناني واللي انتهت بفوز كوكا ورفاقه 4-1. أحرز كوكا هدف في الأربع أهداف وكتب يا لها من ليلة شوط ثاني رائع، شكرا لكل المشجعين على دعمكم الرائع. كمان نشر عمرو وردة صورة على تويتر من مباراة فريق أتلانتيكوس اليوناني مع جانينا في الدوري اليوناني برضو واللي انتهت بفوز فريقه 2-0 وشهدت إحرازه لأول أهدافه مع الفريق وكتب 3 نقاط وهدف وعمل جماعي. كمان احتفل الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على تويتر بعيد ميلاد الأسطورة جاري نافل لاعب الفريق السابق ونشر صورة ليه وكتب نتمنى ليك عيد ميلاد سعيد. نشر كمان انجولان لاعب انتر ميلان واللي احرز الهدف الثاني في مباراه سامادوريا في الدوري الايطالي اللي انتهت بفوز الميلان 2-1 صوره على تويتر من المباراه وكتب فوز جيد نعود للفوز مره اخرى ولكن الشيء المهم كان وجود اراده الفوز في الفريق. في فرنسا كمان نشر كيلين مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على تويتر صوره من مباراه سان سيتيان واللي انتهت بفوز فريق العاصمه بهدف احرزه مبابي وكتب نواصل طريقنا. اما جوزيف ماريا بارتيميو رئيس نادي برشلونه فعلق على فوز فريقه بكاس ملك اسبانيا لكره السله على حساب ريال مدريد وكتب على تويتر ابطال الكاس في مدريد مباراه وفوز رائع لفريق سله برشلونه اللي بيفوز باللقب الثاني على التوالي لكاس ملك اسبانيا ضد ريال مدريد مبروك للابطال. كمان حرص بيكي لاعب برشلونه على تهنئه فريق السله وكتب على تويتر مباراه تاريخيه يا له من نهائي مبروك لفريق السله في برشلونه على الفوز انا سعيد جدا. اخيرا بقى نشر ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الالماني صوره مع بنته على الانستغرام وكتب اشحن بطاريتي مع امرتي الصغيره الان حان الوقت للقتال من اجل اشياء كبيره ودلوقتي بقى هنطلع معاكم دلوقتي لفاصل ان شاء الله بعد الفاصل نرجع ونستقبل ضيفنا النهارده استاذ مروان صالح الناقد الرياضي في جريده المساء. رجعنا مره ثانيه نورنا في الاستوديو دكتور مروان صالح الناقد الرياضي في جريده المساء. مساء الفل على حضرتك. مساء الخير واهلا بحضرتك وقناه الاهلي وفي البدايه اقول الف سلامه للدكتور خالد توحيد رئيس قناه الاهلي وربنا يشفيه ويامن له الصحه اللي هو فيها ان شاء الله ويعود سالما لمهام عمل يا رب. طيب خلينا نبتدي مع حضرتك بمباراه اول امبارح مباراه الانتاج الحربي والنادي الاهلي، شفت المباراه دي فنيا ازاي؟ اولا فنيا هو المدير الفني الكابتن الاورجواني مارتن لاسارتي بيحاول يعدل طريقه لعبه او خطه لعبه اللي كان لعب بيها امام سيمبا التنزاني اللي كان لعب بيها اللي هي 3-4-3-3 فهو بيعدل في طريقه لعبه ورجع تاني لطريقه لعب اللي هي 4-2-3-1 ومحاوله اللعب بجونيور اجاي كان مهاجم صريح ولكن في بعض الاخطاء من بعض اللعيبه او عدم توفيق من حسين الشحات على سبيل المثال وضاعت منه فرص اكيده ويعني ملاحظ ان في اهدار فرص سهله في ضاعت فرص كتير في عقم تهديفي في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت مش المباراه دي بس مباراه سيمبا تنزانيا برضو. اعتقد ان النهارده او في تدريب النهارده لازم يكون كابتن مارتن لاسارتي المدير الفني ان هو يعالج هذا العقم التهديفي من خلال سواء محاضره لتوجيه بعض اللاعبين المهاجمين وخطي الهجوم وخطي الوسط لنقل الكره بسرعه واستغلال الفرص السهله واستغلال انصاف الفرص واستغلال الضربات الهجمات المرتده السريعه لاحراز اهداف مبكره لان الهدف المبكر في كل الاحوال بيخلي المنافس مرتبك انت بتقدر تلعب جبت جون يبقى تقدر تلعب صحيح. وتقدر تسيطر على الماتش وتقدر تاخد دفعه معنويه عشان تجيب الجون الثاني عايز تيجي عزيز وبتعمل ارتباك او بتعمل ربكه للفريق المنافس. اما ان هو رجع للطريقه او في الماتش اللي فات بتاع الانتاج ده
يعني اكيد ان الطريقه دي نجحت معاه او ادته او هو فشل او اللعيبه فشلت في تنفيذ ما كلامه او خطته في مباراه سيمبا، لان احنا سيمبا غلبناه هنا خمسة صحيح خمسة، يعني خمس تجوان ما قدرناش حتى نجيب هدف، او يعني ده برضه نقول عليه يمكن كمان بعد لقاء الانتاج الحربي شفنا تصريحات مارتين لاسارتي انه هو فعلا بيعترف احنا عندنا مشكله في اضاعه الاهداف والاهدار الفرص السهله والانصاف، وقال انه بيعمل دلوقتي على يعني انجاح طريقه الهجمه من بدايه تكون ناجحه عشان يقدروا يوصلوا للمرمى ويسددوا بشكل صحيح. كمان اتكلم برضو الاهم من كده مش بس بدنيا او فنيا، قال ان المشكله او الازمه في النادي الاهلي هي مشكله نفسيه عند اللعيبه، وقال انا بحاول ان انا اقعد دلوقتي مع اللعيبه واعمل معاهم جلسات نفسيه، لان هو شايف ان اهدار الفرص ده جاي من الخوف من الالتحامات، يعني يمكن اللعيبه عندها توتر او خوف من الاصابات اللي حصلت في الفتره الاخيره بكثره جوه النادي الاهلي، فهو شايف ان العامل النفسي عليه عامل كبير جدا. العامل النفسي برضه ما هو جزء من المنظومه الكرويه، احنا بنقول بنقسم نقدر نقسم المنظومه الكرويه الى جزء بدني فني مهاري نفسي تغذيه، كل دي جوانب المنظومه الكرويه، او لازم يكون المدير الفني بيكون لامن بيها ويكون معاه اخصائيين في كل ناحيه، الناحيه البدنيه لازم طبعا، الناحيه العلاجيه، الناحيه النفسيه، الناحيه البدنيه، كل المنظومه الكرويه، الجوانب الخاصه بالمنظومه الكرويه او بفريق كره القدم بيبقى كل في معاون للمدير الفني في هذه المنظومه او هذه الشق البدني، الشق المهاري، الشق النفسي، الشق التغذيه، كل دي بتبقى موجوده. كابتن نصرتي زي ما حضرتك تقولي ان هو قال ان في عامل نفسي عشان الاصابات والخوف، يعني اعتقد ان يعني لاعب زي حسين الشحات ممكن يكون زي ما تقولي حضرتك نفسيا هو عايز يظهر بمظهر كويس، فبيسرع في الاداء او بيحاول يلعب بسرعه عشان يجيب جون، فده ممكن يكون ده اللي بيضيع الفرص نفسيه، يعني بتبقى حاجه نفسيه. ممكن يكون في منه هو يعني شايف ان زمايله كتير مصابين وخايف لا ينضم المصابين، فبرضه دي بتأدي ان هو يفكر ان هو مش عايز يتصاب، فما بيحبش الالتحامات زي ما حضرتك قلت ان هو مارتن لاسارتي. فاحنا الكابتن مارتن لاسارتي بيحاول يجمع وبيحاول يلم الفرقه من جميع النواحي، وطبعا في بعض اللعيبه في عوده لبعض اللاعبين زي صالح جمعه شارك في التمرين النهارده، ومن هي العضله الضامه هي عدو النادي الاهلي زي ما بنقول، العضله الضامه، لان معظم اللاعبين عندهم العضله الضامه، وده جايه من الاجهاد. الاهلي هيلعب في الموسم ده حوالي اتنين فوق 90 مباراه يا استاذ، 90 مباراه للنادي لفريق النادي الاهلي، يعني ده يعني فوق مستوى اي فرقه، لان في فرق زي برشلونه وريال مدريد بيلعبوا 80 في متوسط 70 80 انما الاهلي انه يلعب 96 مباراه وموسم ملتحم مع الموسم اللي قبليه وبطوله عربيه والسوبر مصري وكاس مصر وبدوري ابطال افريقيا والدوري الممتاز، يعني في حوالي من 6 7 أو 8 بطولات بيشارك فيهم كان بيشارك فيها النادي الاهلي عشان يقف على منصه التتويج ويسعد لاسعاد جماهيره الحمراء، لان هو طبعا في الاول وفي الاخر النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي او الجهاز الفني النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب كلهم عايزين يقدموا الاسعاد او سعاده او يقدموا بهجه لجماهير النادي الاهلي على جميع المستويات وفي كل انحاء العالم. النادي الاهلي بيحاول بكل طرق ان هو يعالج لعيبته سواء نفسيا او معنويا او بدنيا او مرضيا، فكل ده بتبقى منظومه متكامله. صحيح. طبعا احنا برضو لو رجعنا نشوف سبب عدم ثبات مستوى فريق النادي الاهلي في المباريات، يمكن بنشوف لقاء بيأدي فيه بطريقه هايله بالخمس اهداف النظيفه وثلاث اهداف نظيفه قصاد مصر المقصه، ومباراه اخرى بيفوز بالعافيه. لكن ده اكيد ليه سبب، او العامل الرئيسي هو طبعا الاصابات الكتير اللي بتخلي او بتجبر المدير الفني ان هو ما يثبتش على تشكيله. وطبعا كابتن مارتن نصرتي لما جه ولقى الاحتكاك كتير للنادي الاهلي او عدد المباريات الكتير
طبعا كان لازم منه يحضر في كل مركز على الاقل لاعب او اثنين يبقى في احتياطي عشان يقدر يشارك بيه في البطولات الكتير قوي اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، وهو جاي وعارف ان النادي الاهلي نادي بطولات، النادي واخد بيحب دايما جماهيره بتحب ان هو يقف على منصه التتويج ويشاهدوا النادي الاهلي يحمل الكاس او يحمل درع الدوري او ياخد البطوله او ياخد المركز الاول. دائما الاهلي كجماهير الاهلي تتمنى او عايزه تفرح ان ناديها يكون في المقدمه. فالكابتن مارتن لاسارتي بيحاول على قد ما يقدر نقول تذبذب النتائج او تذبذب المستوى ده، زي ما حضرتك قلتي اكيد في اصابات، الاصابات دي بتاثر الى ان المستوى بيقل، ما فيش تجانس بقى في مجموعه لعيبه مع بعض، يعني لما بيبقى في تجانس بيبقى في اداء اكتر، بيبقى في لما يبقى في تغيير في اللاعبين سواء في خط الهجوم او في خط الوسط وفي خط الدفاع برضه وفي حراسة المرمى، عشان طبعا الكابتن محمد الشناوي ما لعبش الماتش اللي فات امام الانتاج لاصابته في الاحماء بالعضله الضمه، شد في العضله الضمه وهو بيتمرن، ده نتيجه الاجهاد طبعا. اكيد ده ما بيأديش او يعني اما بتيجي توليفه مع بعض كويسه من جميع اللاعبين من جميع الخطوط بيبقى الاداء متناسق، يبقى في اداء، يبقى في هجمه بتبقى مظبوطه، في هجمه مثلا حسين الشحات كان يعني بيبقى عارف انه ان هتجي له الكوره مرفوعه مثلا وليكن من ايمن اشرف هتبقى هيخش بيها هيحرز بيها هدف. فهي العمليه يعني وقت، وهيحاول ان مارتن لاسارتي يظبط الدنيا وفي وعوده. اعتقد النهارده ازارو شارك في مران وفي المران الجماعي وربنا يسهل وهيتحدد عودته، وشارك برضه النهارده صالح جمعه، وكان المفروض احمد فتحي وهشام محمد اعتقد هيشاركوا في المران، لكن احمد فتحي تقريبا ما شاركش، ولا شارك النهارده صالح جمعه ووليد ازارو. خلينا نتكلم عن اللقاء القادم قصاد الداخليه يوم الاربعاء اللي جاي بعد بكره ان شاء الله. النادي الاهلي لسه طبعا راجع امبارح او اول امبارح من تنزانيا، امبارح كان في راحه سلبيه، النهارده ابتدى التدريبات مره ثانيه ورجع لاستعداداته، الساعه 4 العصر كان تدريب النادي الاهلي، بكره ان شاء الله يكون التدريب الاخير ثم معسكر والمباراه يوم الاربعاء ان شاء الله. المباراه ان شاء الله يوم الاربعاء القادم. دايما بنشوف ان لقاءات النادي الاهلي والداخليه بتكون تميز صعبه شويه بالمتعه هي مش صعبه بالمتعه والاثاره، لان فريق نادي الداخليه حسب تعليمات كابتن علاء ابو علي المدير الفني لنادي الداخليه بيعمل تكتل دفاعي او بيعمل عنده توازن دفاعي في الدفاع وبيلعب رجل لرجل، يعني كل لاعب كابتن علاء ابو علي عنده ميزه قويه جدا وبنشوفها، ودايما مباراه الاهلي والداخليه ويمكن الاهلي خسر مره بعض المباريات امام الداخليه التوازن الدفاعي التكتل الدفاعي زي ما نقول يعني بيعمل طريقه رجل لرجل، يعني تعليمات كابتن علاء عبد العال انه كل لاعب مدافع مثلا هنمسك جونيور اجاي هنمسك حسين الشحات عشان ما يقدرش يتحرك ولا جناح ولا يخش في النص ولا يلعب بالراس، هيبقى في تعليمات قويه من المدير الفني علاء عبد العال دايما ودايما متميز بيها، حتى مع ماتشات الداخليه مع الزمالك او مع اي فرقه تانية او والاهلي بتبقى دايما ماتشاتهم قويه وبيبقى فيها كلام كتير. اعتقد ان كابتن علاء عبد العال يعني يستحق كل تقدير واحترام انه برضه بيعمل ماتشات كويسه، وبرضه اكيد كابتن لاسارتي هيشاهد فيديوهات لمباراه الداخليه السابقه عشان يقدر يعدلها كويس ويقدر يخترق الدفاع ويقدر يلعب على الاجناب ويقدر يعني يخترق من وسط الملعب ومن الاجناب، حتى ان هو زي ما انا قلت لحضرتك في البدايه ان لازم يجيب هدف مبكر عشان يعمل ارتباك او يعمل توتر لدفاع نادي الداخليه عشان يقدر النادي الاهلي يسدد هدف ثاني. طيب برضه لو هنتكلم عن النادي الاهلي في المباريات اللي فاتت، كان يمكن لرمضان صبحي الدور الكبير جدا في فوز النادي الاهلي او في شكل النادي الاهلي اللي بان افضل في الفتره الاخيره، يمكن ايقاف رمضان صبحي عن اللقاء القادم ده هيأثر سلبيا شويه على النادي الاهلي قصاد الداخليه؟ يعني هو كابتن مارتن لاسارتي عامل حسابه وهيظبطها في التمرين دون او في المران النهارده، ويمكن انا كاتبها في جريده المساء، هيحاول يلعب
بمهاجم او علاج بقى العقم التهديف اللي انا قلت لحضرتك عليه ان هو هيلعب باكثر من مهاجم، هيلعب بجونيور اجاي في جناح، ده اللي انا او ممكن بتوقعه ان هو هيلعب بجونيور اجاي جناح مكان رمضان صبحي، وهيبقى معاه طبعا الناحيه الثانيه حسين الشحات، وهيبقى ناصر ماهر ديفندر، وهيبقى مهاجم يا اما مروان محسن يا اما صلاح محسن عشان يدفع بعدد مهاجمين زياده لزياده انشغال مدافعي الداخليه بوجود اكثر من مهاجم، عشان مهاجم منهم يقدر ممكن جونيور اجاي يخطف جون او ممكن مروان محسن يخطف جون، فهو عايز يزود عدد المهاجمين عشان برضه يقدر يعالج العقم التهديفي اللي كان موجود، وهيلعب بطريقه برضه اللي هي 4 2 3 1، وهيحاول يلعب باثنين مهاجمين، واحد هيبقى جناح اللي هو جونيور اجاي، وهيبقى امامه يا اما مروان محسن يا اما صلاح محسن عشان يقدر يهدد مرمى الداخليه اكثر من مره، ويحاول يعيد. اكيد هو شاف النهارده شريط فيديو لمباريات الداخليه، صحيح، ويحاول يحفظ اللعيبه اللي موجوده معاه، وعمل محاضره كبيره جدا عن موضوع العقم التهديفي، ده اللي انا عرفته، وياخدوا منشط النهارده في جريده المساء العقم التهديفي يعني مشكله في الاهلي، وبيحاول لاسارتي علاج العقم التهديفي. صحيح. طيب معانا دلوقتي بعيدا عن النادي الاهلي تليفون معانا محمد مراد الصحفي في اليوم السابع. استاذ محمد مراد نورنا اكيد على شاشه قناه النادي الاهلي. هنعرف من حضرتك اكيد دلوقتي تفاصيل مجلس اداره اتحاد الكره او الاجتماع اللي كان موجود النهارده في مجلس اتحاد الكره، واللي طبعا كنا بنقول في اخبارنا النهارده ان ابرز اللي كان المفروض يناقشوا من ملفات ترتيبات معسكر المنتخب الوطني، تأجيل برضو الجمعية العمومية، إلى جانب برضو تحديد بعض الملاعب البديلة للدوري أو للأندية اللي في الدوري عشان طبعا هيتم استغلالها في أمم أفريقيا. مساء الخير على حضرتك. برحب بك يا شيمة طبعا، وبرحب بالأستاذ مروان صالح المنور. الله يخليك يا هم. نبتدي بالملاعب طبعا، يعني هو خلاص 6 ملاعب ده الصفه النهائيه خلاص، هم اللي هيستضيفوا بطوله امم افريقيا اللي هتقام 21 يونيو في مصر طبعا. الملاعب هي يعني استاد القاهره ده خلاص، كان في استاد السلام وتم استبعاده وتم الاستقرار على استاد الدفاع مكانه، استاد اسكندريه واستاد السويس واستاد اسماعيليه واستاد بورسعيد، يعني دول 6 ملاعب خلاص الرسميين اللي هيستضيفوا افريقيا 2019. كان يعني في بعض الملاعب الثانيه اللي هو حصل يعني نوع من اللغوطه دي، الملاعب الثانيه دي خاصه بالتدريب، يعني زي بيتر سبورتس ده مخصص لتدريب المنتخبات، استاد السلام برضه مرشح ان هو يخش تدريب، استاد المكتب بيتر سبورت عليه عليه انبي والزمالك، ويعني صحيح، فازاي هيتم التنسيق يعني؟ تمام، هيبقى عليه تدريب بعض المنتخبات، استاد النصر برضه مرشح ان هو يستضيف بعض التدريبات، استاد السلام خلاص يعني حل استبعاده حل الازمه بتاع الخاصه بنشاط الاهلي خلاص، وهيرجع يستضيف نشاطه في الدوري، وبرج العرب طبعا هيستضيف النشاط اللي هي الكبيره الجماهيريه عن الاهلي او بيراميدز، هيبقى نشاط برج العرب عليها نشاط الاهلي والاسماعيلي والزمالك، الاهلي وبيراميدز، الاهلي والاسماعيلي هتبقى على اساس برج العرب. طبعا الماتشات كلها معظم بكاس مصر بدون جماهير، ده قرار نهائي خلاص، استثناء المباراه النهائيه ممكن يبقى فيها جماهير. ماتشات الدوري خلاص يعني الامن بيحدد معظم الماتشات، لو في ماتشات جماهيريه كبيره الامن هو اللي بيحدد عدد الجماهير. خلاص يعني الملاعب خلاص تم الاستقرار عليها، لجنه الكاف خلاص يعني الملاعب مستوفاه للشروط الخاصه بالبطولات الكبيره، طبعا احنا عندنا كذا ملعب مهيئ وكذا استاد مهيئ للبطولات الكبيره دي، مش اول مره نستضيف بطوله، لا الحمد لله، يعني اول دي ثالث او رابع مره في اقل من 10 سنه نستضيف بطوله كبيره. ده بالنسبه للملاعب. بالنسبه بقى لملاعب الدوري خلاص يعني استاد السلام الحمد لله ان هو تم استبعاده، فده هيحل ازمات ماتشات الاهلي اكيد، استاد بطل سبورت طبعا هيحل ماتشات الزمالك، برج العرب هيحل الماتشات اللي هي الكبيره وفي افريقيا هتستضيف ماتشات افريقيا سواء للاهلي او للزمالك، شفنا استاد الاسماعيليه بعد ما تم اغلاقه هيستضيف ماتشات برج العرب الاقرب لاستضافه بعض ماتشات الاسماعيلي والسويس. النهارده كان الاجتماع اتكلم او اتطرق للجمعيه العموميه اليوم 23 فبراير، وكان بعض الاعضاء مجلس الاداره طلبوا تاجيلها، لان هو الكابتن هاني تحديدا وبعض اعضاء المجلس مشغولين بالتجهيز لهم افريقيا، لكن كان في خلاف او كان في حالة ضيق من الجمعية العمومية داخل الجمعية العمومية ان هم ازاي ياكلوا الموعد لموعد ثاني. فاستقر الاعضاء النهارده ان اقامه الجمعية يوم 23 فبراير زي ما هي، وهيتم مناقشه بعض البنود، واعتقد ان هيبقى فيها كثير من الازمات يوم الجمعية العمومية دي، يعني في حالة غضب صحيح لبعض اعضاء
حاله غضب من بعض اعضاء الجمعيه العموميه وعايزين يغيروا بعض البنود الخاصه بلائحه النظام لاتحاد الكوره زي بند 8 والثمان سنين صح؟ اه بند 8 سنين هيتغير ولا لا؟ بعض الامور الخاصه بالترشيح يعني اللي هو المفروض ان المجلس اللي فات هو اللي بيختار النائب، لا هم عايزين النائب نفسه هو اللي يكون عدى عليه او الرئيس لازم يكون عدى عليه دوره كامله جوه اتحاد الكوره. هو يعني غالبا دوره ان هو يكون عضو او دور او دورتين. النائب يبقى دوره واحده، لكن كل ده لسه خلاف، مفيش حاجه رسميه لغايه الوقت. ده اللي هيبان في الجمعيه العموميه، لكن بتكلم على حته النائب ان هو المجلس اللي فات هو الاعضاء هم اللي بيختاروا النائب. صحيح. يعني اعضاء مجلس الاداره هم اللي بيختاروا النائب، لكن هم الانتخابات الجايه عايزين يبقى في منصب للنائب يبقى يتم عليه الانتخاب. مش اتحاد مش مجلس الاداره هو اللي يختار، فده برضه من البنود اللي هيبقى عليها خلاف. طبعا مقعد المراه طبعا بعضهم طلب ان هو يتم استبعاد مقعد المراه، ويتم يعني يكون للمراه اكثر من مكان، لو اي امراه عايزه ترشح نفسها ترشح، مفيش بقى مقعد او مقعدين او ثلاثه، والاعلى الاوسط هو اللي يفوز. فدي برضه هيبقى عليها نقطه خلاف في الجمعيه العموميه اللي جايه. طبعا بند 8 سنين زي ما قلت شيما ان هو ده اللي هيبقى عليه الخلاف الكبير، خاصه ان في اربع اعضاء وخمس اعضاء بيطبع عليهم بند 8 سنين، مش هيبقى لهم حق الترشح للانتخابات الجايه. طبعا على راسهم كابتن سيد زاهر وكابتن عصام عبد الفتاح وخالد لطيف واحمد مجاهد. طبعا فلغايه دلوقتي في موضوع بند 8 سنين ده في خلاف اكيد في الجمعيه العموميه يتطبق ولا ما يتطبقش، وبرضه الجمعيه العموميه تكون يوم 23. خلاص ده هو كان في نيه من احد او طلب من احد اعضاء المجلس وتحديدا احمد مجاهد تحديدا ان هو عايز ياجل الجمعيه العموميه، ولكن تم رفض هذا الطلب. تم رفض هذا القرار من قبل اعضاء المجلس. وخلاص الجمعيه العموميه يوم 23 فبراير في احد فنادق 6 اكتوبر. وطبعا هتبقى على يعني بعض البنود زي ما قلت لحضرتك ان هو اصعب بند فيهم اللي هو بند 8 سنين ده اللي هيبقى عليه مشاكل. طيب خليني برضه اسالك عن الملاعب بعد دور ال 16 في بطولة أمم أفريقيا، هل هيتم فعلا استبعاد ملعب بورسعيد والسويس؟ تمام، يعني هو الأدوار اللي هي النهائية 16 واستبعاد دور 16 اللي هو دور الثمانية أو قبل النهائي هيبقى طبعا عليها إقبال كبير جماهيري كبير أكيد. طبعا وتحديدا لو يعني معظم خلاص ماتشات منتخب مصر إن شاء الله في استاد القاهرة، فهم فضلوا إن الماتشات الملاعب الكبيرة اللي ساعة الجماهير بتاعتها تبقى كبيرة تبقى في الملاعب دي، وغير كده ان يعني بورسعيد ما فيهاش عدد كافي من الفنادق ان هي تقدر تستقبل مش مهيئه انها تستقبل عدد الضغط الجماهيري الكبير ده من صحيح. ناحيه الفنادق او الطرق او الحاجات دي، فهم فضلوا ان هي يبقى في القاهره او اسكندريه هم الاقرب ان هم يستضيفوا ماتشات الدور الثمانيه والدور قبل النهائي، وان هيستضيف القاهره كده كده ان هيستضيف النهائي والدفاع. فالدور الثمانيه هيبقى معظمه في القاهره او الدفاع او اسكندريه. استاذ محمد مراد الصحفي في اليوم السابع نورتنا اكيد في كلام في الميديا، ودي كانت اخر الاخبار اللي حصلت النهارده في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره. زي ما كنت بقول لكم في الاخبار ان كان في مناقشه لتاجيل المجلس او الجمعيه العموميه الطارئه لما بعد يوم 23 مارس، لكن زي ما قال لنا ان اترفض الطلب ده، ويوم 23 مارس القادم هيتم مناقشه العديد من الملفات الهامه، ويمكن على راسها زي ما قلنا بند الثمان سنوات وكيفيه ترشيح نائب رئيس مجلس اداره اتحاد الكره وغيرها من الملفات. طبعا اتكلم عن مقعد المراه وتحديد مقعد واحد او مقعدين، او يمكن يتساب الموضوع مفتوح، لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل، يمكن هنعرفه اكيد ان شاء الله بعد يوم 23 يوم السبت القادم ان شاء الله. طيب نرجع بقى مره ثانيه للنادي الاهلي وللقاء القادم ان شاء الله الاربعاء القادم بعد بكره قصاد الداخليه. كنا بنتكلم ان نادي الداخليه عنده تكتل دفاعي بيجيدوا ميزة الدفاع قصاد المنافسين الكبار زي النادي الاهلي، يمكن اللقاء ما هوش سهل كده، وقلنا ان مارتينو سارتي كمان ابتدى ان هو يذاكر الفريق ده بالفيديوز وعرف نقطه القوه اللي فيهم. واتكلمنا برضو عن رمضان صبحي وعن غيابه وازاي هيتم ايجاد بديل لرمضان صبحي، او مين اللي هيكون البديل الانسب لرمضان صبحي. يمكن سمعنا بعض منشطات الجرايد كانت بتتكلم ان البديل الافضل لرمضان صبحي من وجهه مارتين لاسارتي هو جيرالدو بسبب سرعته وقوته البدنيه وادائه الهجومي المميز، وفي ناس ثانيه اتكلمت برضو على احمد الشيخ. انا قلت لحضرتك اللي انا عرفته امبارح ان يعني في احتمال ان هو يخلي جونيور اجاي جناح، لان جونيور اجاي بيجيد
الهجوم جدا، لانه يعتبر بصفته مهاجم اصلا. هيبقى في مهاجم اساسي او صريح اللي هو مروان محسن او صلاح محسن عشان يزود القوه الهجوميه زي ما انا قلت لحضرتك، عشان يزيل حته العقم التهديفي لدى لاعبي النادي الاهلي اللي هي موجوده من اهدار الفرص السهله وانصاف الفرص والفرص الصغيره اللي ممكن نجيب منها جون زي ما قلت لحضرتك في بدايه الشوط او يعني مبكرا لادخال ارتباك على فريق المنافس. صحيح. لان ده طبعا بيدي قوه او بيدي قوه معنويه او قوه دفعه معنويه للاعبين ان هي تجيب او تعزز الهدف مره ثانيه. وممكن برضو زي ما ممكن يدفع باحمد الشيخ او جيراردو، ده هو ما على فكره ممكن جيراردو ممكن ما دفعش بيه من اول مباراه خالص لحد دلوقتي، هو دايما كان بيعملوا تغييره دايما في الشوط الثاني لحد ما ياخد قوته وياخد كل حاجه. واحمد الشيخ برضو عنده نزعه هجوميه، بس احمد الشيخ بقاله كتير ما لعبش، يعني هو بقاله فتره ما شاركش في اي ماتش خالص، وراجع من اصابه وكده. فاحمد الشيخ اكيد عنده طموح وعايز يلعب وعايز يثبت وجوده، بس انا ما ادخلوش في مباراه صعبه، او يعني ممكن الله اعلم بحسب الظروف الفنيه او رؤيه الجهاز الفني ان هو يعمل كده. ولكن اللي انا شايفه ان انا بغطي النادي الاهلي يعني نوعا ما يعني رؤيه بعملها او كتبتها النهارده في جريده المساء، ان هو هيلعب بجونيور اجاي كجناح ويخلي مروان محسن او صلاح محسن كمهاجم صريح عشان يزود القوه الهجوميه لدى النادي الاهلي عشان ينقض على مدافعي او لقصر التكتل الدفاعي اللي موجود في نادي الداخليه لاحراز هدف. ده يعني طيب بعيدا عن الدوري المصري الممتاز وعن منافسات النادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز، نروح لدوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي في المجموعه الرابعه دلوقتي لسه هو المتصدر ب7 نقاط، وان شاء الله يكون لينا لقاءين، واحد قصاد فيتا كلاب الكونغولي والثاني قصاد شبيبه الثوره الجزائري. شايف النادي الاهلي هل هيقدر ان هو يتصدر او يفضل متصدر المجموعه بتاعته ويصعد وهو المتصدر؟ اعتقد ان الاهلي لديه بنقول بقى عوده القوه الضربه في النادي الاهلي ان شاء الله قريبا، يعني وليد ازارو رجع سعد سمير، محمد الشناوي بس دخل التمرين النهارده، بقيه اللعيبه صالح جمعه، بس صالح جمعه طبعا مش في افريقيا، مين تاني؟ وليد سليمان برضو في خلال اسبوع اعتقد او 10 يعني في خلال اسبوع، لان الماتش يوم 9 يعني ممكن يلحق يلعب الماتش. ممكن يلحق يلعب الماتش، وده صانع العاب طبعا، وليد سليمان يعتبر صانع الالعاب الاول في النادي الاهلي، وهو اللي بيكون له قيمه وقمه في النادي الاهلي وبيقدر يحرك الفرقه اللي قدامه. الاهلي هيكون اكتمل ان شاء الله بدون اصابات ان شاء الله قبل ماتش فيتا كلوب اللي هو يوم 9 مارس باذن الله. طب بدات الاعداد للسفريه دي، الكابتن سمير عدلي بيحاول اتصال بالسفاره الكونغوليه هناك عشان يقدر يحجز الفنادق والملاعب ويقدر ينسق مع السفاره المصريه عشان يقدروا يسافروا. ودايما عاده النادي الاهلي الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ بيروحوا قبلها بيوم او 48 ساعه لاعداد الملاعب والتاكيد على السكن وعلى التامين طبعا. وعلى كل حاجه. في افريقيا الموضوع بيكون صعب، بيكون صعب جدا، بيبقى اجهاد سفر وترانزيت ويسافروا تاني ويرجعوا. الاهلي لعب في هذا الشهر شهر فبراير هيلعب حوالي 8 مباريات، 8 مباريات في 28 يوم، في 28 يوم اقسمي 28 على 8 يعني تعمل حوالي 3 ايام ونص او 4 3 ايام، مش هتحصل 3 ايام ونص لان 3 في 8 ب 24 نص، يعني 3 ايام ونص بالظبط، 3 ايام ونص. طب يعني هل ده ينفع او هل ده يعقل؟ هل ده يعقل؟ هل ده يعقل ان انا خلال شهر العب 8 مباريات وفيها افريقيا وفيها كاس وفيها دوري وفيها اصابات؟ موضوع مرهق للغايه يعني جدا بدنيا ونفسيا، يعني الله يكون في عون الله يكون في اللعيبه والجهاز الفني ومجلس اداره وجماهير النادي الاهلي طبعا بالدرجه الاولى، انها عايزه تفرح وتفرح بناديها، تفرح بلاعيبتها وتحيي ناديها دايما ويكون في المقدمه. بنقول ان المباراه اللي جايه بتاعت فيتا كلوب مهمه جدا للغايه للنادي الاهلي. صحيح. لان طبعا لو كسب فيها ان شاء الله هيبقى 10 نقاط، هيبقى هو كده برضه ما زال متصدر. صحيح. لا قدر الله وفي تعادل هيبقى 8، هيبقى عندنا برضه فرصه ممكن فرصنا كتير جدا في كل السيناريوهات اللي موجوده، فرص النادي الاهلي هي الاكبر في افريقيا. لكن احنا ان شاء الله بنامل ان نفوز طبعا، نفوز فيهم يبقى 6 و7 يبقى 13 نقطه 13 نقطه نتصدر بيهم نقطه نتصدر بيهم المجموعه بتاعتنا عشان يبقى نلعب قبل النهائي هنا
يعني قبل نهائي مباراه العوده تكون هنا ان شاء الله في 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 دوري ابطال افريقيا. ده الامنيات ان احنا نكون اول المجموعه احسن. المباراه في تكلوب هتبقى طبعا مباراه تحدي للعيبه والجهاز الفني. صحيح اللعيبه هتكون رجعت يعني كل شيء هيبقى يعني مكتمل في النادي الاهلي. صحيح اللعيبه اكتمال القوه الضاربه للنادي الاهلي اكتمال الناحيه البدنيه الاهلي يكون جاهز وقدر هيبقى في حيره حتى للجهاز الفني كابتن مارتن لاسارتي ان هو يختار مين ولا مين. وده ونتمنى كل الامنيات والتوفيق للنادي الاهلي في افريقيا. صحيح. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. معانا دلوقتي بقى على الهاتف كابتن جمال السيد المدير الفني لفريق النادي الاهلي 2006 طبعا اللي لسه راجعين من الامارات وشرفونا هناك وكسبوا الكاس الفضيه الميداليه الفضيه في الامارات في البطوله الدوليه بطوله الامارات الدوليه. مساء الفل على حضرتك يا كابتن جمال. اهلا مساء الخير. ازيك يا شيماء عامله ايه؟ الف مبروك طبعا ومنورنا هنا في قناه النادي الاهلي ومشرفينا دايما في البطولات الدوليه والبطولات المحليه. وعايز اعرف من حضرتك اهميه بطوله دبي او الكاس الفضيه لبطوله دبي الدوليه. تمام اهلا بيكي طبعا وتحياتي للدكتور مروان صالح مع حضرتك. ربنا يكرمك يا كابتن جمال التوفيق. ربنا يخليك يا دكتور يا رب ربنا يخليك. وطبعا بالنسبه للبطوله الدوليه انا شايف ان هي الحمد لله يعني بطوله جيده جدا استفدنا منها بشكل كبير وبشكل جيد طبعا وشفنا مدارس اوروبيه ومدارس عربيه جديده يعني على مستوى عالي جدا من الاداء يعني البطوله صحيح. نفسها كانت فيها فرق كبيره يوفنتوس صحيح فيها اليوفنتوس ليفنتي الايطالي بالظبط فيها توينتي الهولندي والنصر الاماراتي وفيها تشيلسي وفيها العين الاماراتي وفيها ريال مدريد وفيها بورتو وفيها الوحده الاماراتي وسيلتا فيجو مدارس مختلفه الكوره بالظبط يا دكتور بالظبط. والاحتكاك ده من السن صغير للاعيبه النادي الاهلي اكيد هيفرق كتير جدا في بناء شخصيه لاعب محترف. لا ما فيش شك طبعا كانت بطوله كبيره وبطوله جيده جدا. من الحاجات اللي هي اللي كانت يعني بالنسبه لنا غريبه شويه ان هي تخلص في ثلاث ايام يعني كل ماتش اليومين الاولانيين لاعبين مباراتين في اليوم. اليوم الثالث لعبنا دور الثمانيه ولعبنا السيمي فاينل ولعبنا الفاينل اللي هو على السيلفر كاب يعني اقول برضه هو الكاس اسمه الكاس الفضيه لكن النادي الاهلي مواليد 2006 كسبوا البطوله هم الفريق الافضل او الفريق اللي تصدر كل المجموعه اللي موجوده المجموعه اللي هي الجانب الفضي لان هي بتتعمل زي الشامبيونز ليج كده ان كان اوروبي او افريقي وبعدين في دور ال 16 تحديدا بيحصل الفرق اللي بتكسب بتلعب الجولدن والفرق اللي بتخسر بتلعب السيلفر زي الكونفدراليه بالظبط صحيح او الدوري الاوروبي يعني. الحمد لله لعبنا في دور الثمانية مباراة مع عجمان تفوقنا على نادي عجمان 4-0 وبعدين السيمي فاينال لعبنا مع نادي النصر الإماراتي وتفوق 4-0 الحمد لله ولعبنا ليفانتي في النهائي ليفانتي الزورو الإيطالي كسبته بركلات الترجيح بعد ما انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي كان تعادل ايجابي كنا كسبانين 1-0 وجالنا ضربه جزاء بس طبعا ما وفقش فيها عمر معوض رغم ان هو من نجوم البطوله يعني الكره ارتدت من قائم بس هم قدروا يتعادلوا ولعبنا ضربات ترجيح بعد كده والحمد لله كسبناها بشكل كويس يعني وبشكر اللعيبه جدا لان اللعيبه كان حمل بدني مش طبيعي. تخيلي حضرتك ان تلعب ثلاث مباريات في اليوم صحيح. يعني لعبنا في اليوم ده اخر يوم لعبنا الساعه 1 ولعبنا الساعه 5 وبعديها على طول الساعه 6:30 لعبنا المباراه الفاينل فطبعا كان لود مش طبيعي على الاولاد. مواليد 2006 كابتن جمال 13 سنه 13 سنة السنة دي إن شاء الله يعني فرقة ممتازة وفيها عناصر مبشرة بالخير فيها عمر كامل حارس مرمى كويس وفتحي مصطفى ومازن أحمد ويوسف الجمال أكرم عبد العاطي وأكرم عبد العاطي وأيمن محمود قطب وياسين أحمد ومصطفى أشرف وعمر زكريا وعمر السرساوي ومحمد شريف مهاجم كويس ومحمد شيبة في محمد صلاح برضه لعيب وسط ملعب برضه أشول إن شاء الله يكون زي محمد صلاح محمد صلاح حماد بالظبط محمد صلاح حماد مجموعة ممتازة علاوة برضو على اللعيبة اللي كانت في مصر اللي سيبناهم برضو لان هي كانت الرولز بتاعت البطولة ان احنا بناخد 14 لعيب فقط انما عندنا لعيبة في مصر كويسين جدا متواجدين معانا في الفريق وان شاء الله يكونوا نواة قوية جدا لفرقة النادي الاهلي السنة الجاية تحت 13 سنة او 14 سنة وطبعا يعني عايز برضو يعني اشكر كل الشكر طبعا لمجلس ادارة النادي الكابتن الخطيب دعم الفرقة بشكل كبير جدا من مصر يعني ودايما كان على اتصال بالدكتور محمد سراج الدين رئيس البعثه وده من الشخصيات بمنتهى الامانه شخصيه جميله وكان مذلل لنا كل العقبات اللي ممكن تقابلنا هناك باي شكل كان داعم قوي جدا لينا في البطوله
وتحفيز الاولاد بشكل جيد مع الكابتن فتحي مبروك طبعا مدير قطاع الناشئين رئيس قطاع الناشئين، يعني كان دعم كامل منهم للعيبه ان احنا قدرنا نعمل حاجه طبعا يعني حاجه كويسه احنا شايفين ان اكيد طبعا خطوه جيده للاعبتنا ان يعني يبقى لهم تواجد في المحافل الدوليه. صحيح، وان شاء الله يكون الفريق ده نوابه لفريق النادي الاهلي الاول ان شاء الله في السنين القادمه. بشكرك جدا كابتن جمال، نورتنا النهارده في كلام في الميديا، والف مبروك لحضرتك على الفوز بكاس الفضيه لبطوله دبي الدوليه لمواليد 2006. نرجع بقى تاني نتكلم عن الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، وقلنا او اتكلمنا عن البطوله الافريقيه، قلنا ان النادي الاهلي يعني فرصه كبيره جدا ان هو يصعد للدور الثاني وهو متصدر مجموعته ان شاء الله. طيب وعامه لو اتكلمنا عن بطوله دوري ابطال افريقيا في الموسم الحالي بنشوف مباريات باهداف كتير قوي، بال 8-0 5-0 حاجات غريبه بتحصل صحيح في دور المجموعات. شايف المنافسه على اللقب في الموسم الحالي للنادي الاهلي، النادي الاهلي بيسعى من 2013 انه يحصل على اللقب التاسع او الاميره التاسعه زي ما الناس بيقولوا عليه. ربنا يوفق ان شاء الله الجهاز الفني كده كابتن مارتن بصرتي. هذا الموسم او هذه البطوله هي بطوله استثنائيه وهتخلص تقريبا اعتقد في سبتمبر، في يعني هي البطوله الجديده تبدا في سبتمبر، فدي لازم تخلص قبل دوره الالعاب الافريقيه، قبل دوره امم افريقيا. صحيح. النهائي بتاعي يبقى 31/5، النهائي دوري الابطال هيبقى 31 مايو، ونهائي دوري الكونفدراليه هيبقى 26 مايو. صحيح. ده النهائي، لازم نخلص نفان دوري الابطال والكونفدراليه يفنشوا قبل دوره بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله اللي هتكون في مصر باذن الله، اللي بتستضيفها السنه دي مصر بمشاركه 24 فريق لاول مره. بنقول ان البطوله دي هتبقى صعبه جدا، البطوله دي استثنائيه فيها تلاحم زي ما قلت لحضرتك في البدايه، في تلاحم موسمين ورا بعض سواء دوري ابطال او دوري عام او كاس او بطوله عربيه. كل دي بطولات حمل، بتدي حمل على النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي اعتقد ان الفتره القادمه هيكون قادر ان هو يقدر يحقق الصعود لدور الثمانيه باذن الله ويتصدر مجموعته. بعدها بعد كده يعني هو من ضمن الفرق المرشحه للوصول الى النهائي. طبعا الاهلي بيتمتع بسمعه افريقيه، وطبعا كل هدفه ان هو يسعى يحصل على الاميره التاسعه او كاس افريقيا رقم 9 ان شاء الله. وحصل عليها 8 مرات قبل كده، وكان اخر مره 2013 مع الكابتن محمد يوسف. يعني كل الامنيات جديده، هو محمد يوسف موجود في الجهاز الفني كمدرب عام، فده بشرة خير ان احنا ان شاء الله نحاول باذن الله بتكاتف المنظومه القرويه في النادي الاهلي سواء الطبيه او المنظومه اللي تم مجلس اداره عملها عمل منظومه او لائحه او لجنه طبيه برئاسه الدكتور احمد عبد العزيز ومعاه بعض الاساتذه في المخ والاعصاب وبعض الدكاتره في العظام. صحيح. الخطوه دي خطوه مهمه جدا. جدا صحيح. طبعا دي ده 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 دور مجلس اداره انه بيبص لقدام. صحيح. هو شايف ان في اصابات كتير وفي حمل كتير، ففي طرق جديده، ويمكن الجهاز الاهلي جاب كمان، افكر اقول لحضرتك في اجهزه استشفائيه، جاب جهاز جديد ويمكن تعاقد عليه، وكان الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره كان موجود في البروتوكول مع المراكز الطبيه اللي هي بألمانيا، وجابوا جهاز لاستعادة الاستشفاء مرة تانية. صحيح. عشان اللعيبة ويساعد اللعيبة عشان ما يبقاش في حمل بدني أو في إرهاق أو في تحمل على اللعيبة من كثرة المباريات. وطبعا ده وجود اللعيبة عندنا، وجود يعني احنا لو شفنا عدد اللعيبة اللي لعبوا الموسم ده اللي هو قلنا عليه ملتحم أو موسمين ملتحمين، 42 لاعب يعني صحيح. 42 لاعب اللي موجودين في النادي الاهلي في القائمه دلوقتي 30 منهم الخمسه اللي هم تحت السن اللي هم 25 و5، وفي 12 لاعب اللي منهم مشي واللي راح اعاره واللي رحل عن النادي الاهلي. 42 لاعب، فرقه فيها 42 لاعب بتلعب موسمين متتاليين، دوري ابطال، دوري بطوله عربيه، دوري كاس، سوبر، مباراه اعتزال لاعب السعودي اللي كانت ملعوبه. يعني صحيح. يعني كم رهيب من المباريات ومن التحامات المباريات، ويمكن حوالي ست انا حملنا احصائيه كده تقريبا حوالي 96 مباراه لعبهم النادي الاهلي. صحيح. يعني ده يعني ما انا ما شفتش الاحصائيه دي موجوده
يعني الاهلي الوحيد اللي موجود على مستوى العالم اللي بيلعب هذا الكم من المباريات. لو نظرنا الى لعيبه ثانيه بيلعب 50 بيلعب 40 بيلعب 60 يوم ما يتمعظم قوي يقول لك انا بيلعب 70 ما بس ما يوصلش 90 يعني معظم او دي ضريبه بقى بيتحملها لعيب النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني اللي بيجي عايز بطولات. الاهلي الجماهير عايزه بطولات فلازم يتحملوا سواء لعيبه سواء جهاز فني سواء مجلس اداره بقى عشان يوصلوا الى درجه الدرجة العليا او نقول عليها منصات التتويج في كل البطولات. صحيح. وده هدف النادي الاهلي. كل التوفيق اكيد طبعا لفريقنا ان شاء الله سواء في البطولة الافريقية او في الدوري المصري وفي مشواره للحفاظ على اللقب. لقب الأربعين اللي عدى والواحد واربعين ان شاء الله. ان شاء الله هو اللي جاي الله يعني. علينا بشكرك جدا يا دكتور مروان نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا. وده اشكر قناه الاهلي ومره ثانيه الف سلامه للدكتور خالد توحيد ربنا يشفيه ويعافيه ويرجعه المهمه يا رب ان شاء الله. الف سلامه دايما عليك. دعوه جماهير النادي الاهلي لي بالشفاء ان شاء الله ولكل مريض ان شاء الله باذن الله. اشكرك جدا دكتور مروان. شكرا. مشاهدينا بنوصل لنهايه حلقتنا النهارده اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضرتكم.